حق، والبعث والنشور حق، والصراط والميزان والجنة والنار حق، وأن كل ما جاء به محمد بن عبد الله من عند الحق فهو حق. واعلم أن هذه آخر ساعة لك من ساعات الدنيا، وأول ساعة لك من ساعات الآخرة، وأن بعد منصرفنا عنك يأتيانك الملكان الرؤوفان الرحومان، فلا يدهشانك ولا يرعبانك، يسألانك عن ربك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن نبيك وعن أئمتك، فقل لهم بلسان طلق غير ذي علق: الله جل جلاله ربي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبيه، وعلي بن أبي طالب عليه السلام إمامي ووليي، وفاطمة الزهراء عليها السلام سيدتي ومولاتي، والحسن بن علي المجتبى عليهم السلام إمامي ووليي، والحسين الشهيد عليه السلام إمامي ووليه، وعلي زين العابدين عليه السلام إمامي ووليه، ومحمد الباقر عليه السلام إمامي ووليه، وجعفر الصادق عليه السلام إمامي ووليه، وموسى الكاظم عليه السلام إمامي ووليه، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام إمامي ووليه، ومحمد الجواد عليه السلام إمامي وولي، والحسن العسكري عليه السلام، وعلي الهادي عليه السلام إمامي وولي، والحسن العسكري عليه السلام إمامي وولي، والحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إمامي وولي. هؤلاء أئمتك وقادتك وسادتك، ثبتك الله بالقول الثابت على ولايتهم، حشرك الله في زمرتهم، تلقن وافهم، ثبتك الله، تلقن وافهم، لا أنساك الله، واعلم أن الله ربك نعم الرب، ونبيك محمد صلى الله عليه وآله نعم النبي، وإمامك علي نعم الإمام، وسيدتك ومولاتك فاطمة الزهراء نعم السيدة والمولات، والحسن إمامك نعم الإمام، والحسين إمامك نعم الإمام، وعلي بن الحسين إمامك نعم الإمام، ومحمد بن علي الباقر إمامك نعم الإمام، وجعفر بن محمد الصادق إمامك نعم الإمام، وموسى بن جعفر الكاظم إمامك نعم الإمام، وعلي بن موسى الرضا إمامك نعم الإمام، ومحمد بن علي الجواد إمامك نعم الإمام، وعلي بن محمد الهادي إمامك نعم الإمام، والحسن بن علي العسكري إمامك نعم الإمام، والحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إمامك نعم الإمام، حشرك الله في زمرتهم، تلقن وافهم، ثبتك الله، تلقن وافهم، لا أنساك الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب